صباح الخير مشاهدي تلفزيون اليوم السابع، متواجدين مع حضراتكم الآن في سوق الجمعة في مدينة نبارو بمحافظة الدقهلية. هنرصد لحضراتكم أسعار الطيور النهاردة، كل أشكالها وأنواعها، البط والوز والفراخ والسمان والحمام. زي حضرتك يعني دي الآية. قولي لي بقى أسعار حضرتك إيه؟ دي إيه؟ قولي لي الاسعار كده. البط بيور. البط البيور بكام؟ البط 4 كيلو. 4 كيلو بكام؟ 45 زي الفراخ البيض. طب عشان صوتك بس يجي معلش قولي لي تاني ده كده ايه؟ ده بط بيور. البط 4 كيلو تمام. السعر الكيلو احنا في قلب السوق زي السوق. ايوه 45 جنيه. 45 جنيه الكيلو. زي الفراخ البيض تمام. لا ده وز. ده وز. الوز بكام؟ ده اجهادي بقى، الواحده الفلاحه بتبيع اجهادي، الواحده ب 150 160 بيوصل ل 200 جنيه. يعني بتتباع مش بالكيلو يعني. الوز ده ايه، مش انواع؟ لا وز، نوع وز. وريني حضرتك معاكي ايه بقى؟ ده رومي. ده رومي؟ بكام الرومي؟ السلام عليكم، ازيك يابا؟ كل سنه وانت طيب. يقعد عليك الايام بخير وبصحه. الكيلو في الرومي ب70. ربنا يديك الصحه ولا يزعلك. ربنا ما يزعلك. ممكن حضرتك توريني السمان بتاعك؟ عايز تصوريه ولا ايه؟ عايزين نشوف السمان بعد اذنك. السمان بكام؟ السمان بكام بقى؟ السمان اهو يا باشا. بكام السمان؟ السمان ب 22 الجوز. الجوز ب 22 السمان. قلت لي في نوع تاني ب في نوع تاني ابيض بيور متلقح من الفراخ البيضة ب 30. يعني النوع التاني الجوز ب 30. بس السمان ده بتبقى ربع كيلو. السمان ده السمان البلدي. يعني قولي دلوقتي السمان البلدي ده اللي في حضرتك بكام؟ السمان البلدي اللي في ايد حضرتك الجوز ب 22 جنيه. والنوع التاني؟ والنوع التاني الجوز ب 30 جنيه. هو بقى ايه يعني؟ بيبقى متلقح من الفراخ البيضه، بيبقى ابيض والحبايه ربع كيلو. ما شاء الله. قولي لي عند حضرتك ايه كمان بقى؟ مفيش عند حضرتنا الا السمان، احنا شغالين سمان بس. طيب. الوز شارينه. الوز شارينه. طب قولي لي سعره ايه الوز؟ الوزه ب 200 جنيه. الوزه بكام؟ الوزه ب 180 وزه ب 200. كيلو في الوز ب 60. كيلو في الوز ب 60. كيلو في الفراخ البيضة ب 40. كيلو في الفراخ البيضة ب 40، كيلو في الفراخ البلدي ب 50. أنا شايفة ما شاء الله أرانب أهو كمان. الأرانب بكام؟ الكيلو ب 40 في الأرانب. الأرانب أنواع، ده نوع إيه الأرانب؟ الأنارب دي دي ألماني وشنشل. البيضة دي شنشلة والسمرة ألمان. دي ذكورة بط بلد الكيلو فيها ب60. ما شاء الله ربنا يا بنتي يوفقك. حضرتك طيبة. وانت طيبة يا عمري يوفقك ربنا يا عمري. ربنا يا بنتي. يعني احنا هنا بنشتغل عندنا في التلفزيون. السلام عليكم، ازي حضرتك؟ ممكن تقولي لي اسعار، مش هصورك، قولي لي اسعار الحاجه عندك ايه؟ دي حاجه حضرتك؟ قولي لي اسعارك ايه بعد اذنك؟ اسعارك ايه قولي لي؟ ماشي قولي لي بقى كل حاجه وسعرها. كل
حاجه وسعرها عالي. يعني ده مثلا اللي قدامي ده ده السوق كله مليان. يوم اسالي غير يعني انا بسالك، انا عايز اشوف حاجتك الجميله بكام. ماشي هيصوره زي واعمل انت عايزاه. ماشي بتبيعي ده بكام؟ بقولي لي كيلو البغله دي بالراحه. هاتي كده البغله دي ب 130. ده ب 130. دي كربت ب 150. ب 150. عندك ايه كمان؟ بط شهرمان واحده ب 70. دي ب 70. بكره ب 130 واحد. اي خدمه يا عسل. ايه ده انت شاري ايه؟ شاري غليل بحمام؟ شاريهم بكام؟ بابا بتبيعهم؟ كل سنه وحضرتك طيبه. قول لي بقى اسعاركم ايه بقى بعد اذنك؟ اسعارنا ازاي يعني؟ اسعارنا بالكيلو. ماشي قول لي الكيلو من ده بكام؟ بط مش شبه بعضه. كل بط قول لي كل نوع. بط السوداني ب 60 جنيه الكيلو، الشهرمان ماشي ده شهرمان ب 40 جنيه الكيلو. ده بغال بقى ب 47. تربيت بيت يعني كل ده بيت بتربي على الغالي يعني. كل ده بيت. مفيش مزرعه النهارده اصلا، مفيش مزرعه شغاله اليومين دول ما شاء الله. بس الاسعار بتختلف بقى من تاجر لتاجر. المهم هتزاي الساعه كام؟ حضرتك مباشر دلوقتي. مش هصورك. بنصور الحاجه بتاعتك الجميله بس. بنصور الجميله خالص. انت اللي جميله والله. زي حضرتك. قولي لي بقى الاسعار ايه بعد اذنك؟ الاسعار ايه؟ دي ب 40. قولي لي الاسم، قولي لي المسمى. نوعه ايه؟ الشهرمان ب 40. ماشي. والسوداني ب 50. والسوداني ب 50. ب 55 السوداني. ما شاء الله. دي حاجة مين دي؟ حضرتك عندك حمام؟ طب ممكن نعرف أسعار الحمام؟ أسعار من 50 ل 40. طب ممكن نشوفه بعد إذنك طبعا. وريني. قولي لي بس الأسعار. ده ب 50. الكبير الحلو ده ب 50. اللي هو فين؟ اللي هو جوه ده؟ الكبير اللي جوه ده والرفيع عنه شوية ده ب 40. الرفيع عنه ده اللي هو فوق خالص؟ الصغير يعني. ده ب 40. جاهز على الأكل على طول، ما عندكش سمان؟ لا سمان لا ما فيش. الناس بتحب السمان ولا الحمام اكتر ولا كل واحد؟ لا الحمام اكتر. ليه بقى وليد؟ الحمام حلو جميل، الحمامه بتشبع كده وحلو. تربيه بيت برضه؟ تربيه بيت. بالله عليك الحاجه دي بتاعت حضرتك؟ ايوه انا الوز والبط دي. قولي لي اسعارك ايه في الوز والبط؟ الوز الكيلو ب 50 جنيه. والبط؟ والبط الشهرمان ب 40 جنيه. دي حاجتك برضه؟ ايوه. ده لسه صغير ده. ده حمام برضه. حمام. الحمام دي هنا انا نقصاه عشان الحمام بيبهدل بعض. يعني نقصاه وعيتان. ايوه مقسماه يعني. مقسماه. كل سنه وحضرتك طيبه. وانت طيبه يا باشا. عد عليك الايام بخير وعنا يا رب. امين. بس يا رب نشوف كده يا رب كتير، لما انتوا بتجوا كل شويه السوق يا رب نشوف كده يا رب. احنا متواجدين مع حضراتكم الان في سوق نابارو في محافظه الدقهليه، بنرصد لحضراتكم اسعار الدواجن والطيور بمختلف انواعها واحجامها. يعني يمكن السوق سوق نابارو يمكن من اهم الاسواق في محافظه الدقهليه، يعني بيضم كل شيء. زي حضرتك. كل سنه وانت طيبه. طيبه. قولي لي بقى يعني حاجتك الجميله دي بكام؟ ده بعد اذنك يعني. ده ايه اللي قدامي ده ايه دلوقتي؟ ما تخافيش ما تخافيش. ده بكام ده وليد؟ كام؟ على بعضه ب 700. ده كام كيلو ده؟ كام كيلو اللي ده؟ كام كيلو؟ 7 كيلو. 7 كيلو ونص ب 700 جنيه.
انت بتقولي لي ده 7 كيلو ونص ب 700 جنيه صح؟ انت بتقولي ده سعره كام يا قولي ده سعره كام؟ ده سعره كام؟ هتبيعيه بكام ده؟ انا سمحتي في اعلى 700 جنيه هو 7 كيلو ونص مش ده سوق نبارو في محافظة الدقالية سوق الجمعة. طب قولي لي زي حضرتك ممكن اعرف اسعارك ايه بعد اذنك؟ قولي لي اسعارك ايه؟ الواحدة بمية. الواحدة بمية ده نوعه ايه ده؟ بولر. ايه؟ بولر. بولر؟ بولر. بولر. عرف الناس اسعاركم. والارانب عند حضرتك بكام الارانب؟ الارنب بمية. الارنب بمية ده كم كيلو الارنب؟ 2 كيلو ونص. 2 كيلو ونص الارنب بمية. متواجدين مع حضراتكم الان في سوق نبارو سوق الجمعه في مدينه نبارو بمحافظه الدقهليه. زي حضرتك اسعارك ايه بعد اذنك؟ الاسعار ايه قولي لي؟ ماشي خلاص. طب اسعاركم ايه بعد اذنك ايه؟ مش كله. ماشي قولي لي يعني كام مثلا النوع ده؟ ماشي ما انا عايز اعرف كل نوع. كل حاجه ليها سعر اللي هي ايه بقى؟ كل قولي لي كل حاجه ليها سعر اللي هي ايه؟ البط بسعر والرز بسعر. طيب البط بكام؟ طيب خلاص طب انا عايز اعرف الاسعار يعني مش بصوركم انا بصور البط والله. ايوه بتبيعيها بكام؟ ها البط ب55 و60 ماشي والوز تمام كل سنه وانتم طيبين. زي حضرتك عامله ايه؟ ممكن تقولي لي الاسعار ايه بقى؟ بصور البط والله. قولي لي الاسعار ايه؟ طب قولي لي بقى بنات حضرتك عايزه تصوري قولي لي الاسعار ايه بعد اذنك؟ ده ايه؟ دوت ويز. ده الوز. الوز بكام؟ الكيلو ب60. الكيلو ب60. تفعلي كده نشوفها. يعني كيلو الوز من ده ب60. بالراحه بالراحه. يبقى الكيلو منها ب60 ده الوز. طب الوز يعني في انواع تانية؟ البط. البط انواع البط اللي عند حضرتك البط ب55 والبغال ب45. الشامورد بكام البط؟ ب60. ماشي. إذا كنا احنا في قرية حاجة بنبيعوا ب55 هيقولوا احنا هيقولوا احنا لا 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 لا. الأرانب. طيب وريني الأرانب بتاعت حضرتك. وريني الأرانب بتاعتك. أنا مش جايباها أصلا جايبة الأرنب بس. وريني الأرنب. الكيلو ب45. طيب نوع ايه الارانب دي؟ نوعها ايه؟ بلجيكي. بلجيكي؟ وارانب بلدي. البطايتين البطه ب 150 واحده ب 75. البطايه دي ب 75؟ الاثنين ب 150. الاثنين ب 150 بتبيعهم مع بعضهم يعني. وريني الفراخ. الفراخ بكام؟ بكام الفراخ قلت مستمع؟ 130. الاثنين؟ فراخ شامورد. معانا قطع البط الكيلو ب60. بكام ده قولي لي؟ الكيلو ب60 في السودان. الكيلو السوداني البط بكام؟ ب60.
ب 60. معانا جوز الحمام ب 40 وب 35. احنا جايين في اخر السوق، انت خلاص شكلك شطبتي صح؟ لا لسه معايا. لسه معاكي؟ طيب طبعا الخير كتير. جوز ب 40 احنا الزغاليل. الجوز بكام؟ ب 40. الجوز؟ اه. السلام عليكم، ازي حضرتك؟ اصور براحتي؟ طيب ازي حضرتك، كل سنه وانت طيب. قول لي بقى اسعارك ايه بعد اذنك. اه ممكن بس ثواني بعد اذنك. اه قول لي بقى الاسعار ايه، سيبه بقى بعد اذنك قول الاسعار. البط البيور، اه البطه ب 20 جنيه الكبير ده. ده ب 20 جنيه الكبير ده؟ ماشي. ده ب 20. دايات الجوز ب 25 جنيه. ماشي. بط بيور ماشي. البسكوفي الاصلي البطه ب 25 جنيه. اللي هو ده؟ اللي هو ده للتربيه طبعا. اه تربيه البيت. ما شاء الله. قول لي حضرتك بتربيهم ازاي في البيت بقى، نظام ماشي. تربيه ماشي. بنجيب بننزل كميات تحضين ماشي، وفي المزارع وبنجيب نشاره وبتاع وبنعمل لهم علف وبنعلف علف النور والبركه 23. لا عادي عادي، بدل الحاجه في الحر ده دلوقتي عادي بالنسبه للبط. الحر احسن من البرد. ده برده فرنساوي بيور. فرنساوي بيور بكام؟ ماشي. الجزء ب 25. الجزء ب 25 ده تبعكم؟ اه ده فراخ. ممكن نشوف؟ طيب ما شوف يا بابا تعالى معاكم. تعالى معايا بعد اذنك. ماشي. ده الفراخ بقى صح؟ اه دي فراخ بلدي. دي فراخ بلدي. الكركوت من دوت ب 11 جنيه. الكركوت ب 11 جنيه. متحضن عمره 20 يوم. الكتاكيت اللي بالالوان دي بقى؟ لا الكتاكيت بالالوان دي مغشوشه اللي هي ما بتكبرش. ما بتكبرش. انما عندك الكتاكيت اللي هي بتكبر، الفيومي، الرزي، البلدي، الساسو، انت فاهم ازاي؟ دي الحاجات بتاع البيت اللي هي ايه؟ الكتاكيت اللي بالالوان ده منظر بس. منظر بس كده هم عاملينه. بيدنوه. بيدنوه بايه؟ بيدنوه بالوان. بيدنوه بايه؟ كم الفرخ ب 10 دلوقتي يا عم؟ ب 10. الله. احنا تحت امرك يا استاذ، وموجود في المزارع على 24 ساعه يعني، والتليفون. اه يعني ده تربيه مزارع. اه عندنا في البيت. اه في المزارع بتاعتنا. وتليفون 0102 8 1548. كل سنه وحضرتك وانت طيب. بيلا قبل الشغل شرفت معاك. ازي حضرتك؟ دي حاجتك؟ حاجتك؟ ممكن تقولي الاسعار بعد اذنك؟ الاسعار بعد اذنك. اه 110. ده نوعه ايه؟ فراخ ساسو تقيله وزن تقيل 2 كيلو ونص. قول لي كده بقى حاجتك واسعارها بعد اذنك. ايه؟ فراخ ساسو. فراخ ساسو بكام؟ الواحد 2 كيلو. اه ب 100. ب 100. صورني. ليه الشرح؟ عايز اصور؟ طيب وده نوعه ايه؟ قول لي بعد اذنك ده نوعه ايه؟ هو دي ساسو. نفس النوع؟ اه بس ده مش بتاع. ده مش بتاعك؟ متعرفش اسعاره ايه؟ السلام عليكم. اتفكراني ازيك عامله ايه؟ كل سنه وانت طيبه. حاضر حاضر. طب ممكن اعرف اسعاركم بعد اذنكم؟ طب استني بقى انا جايه لك اهو. مش جايبه وشكم والله ما جايباه. قولي لي بقى حضرتك شدي بس ايدك كده. طيب قولي لي بقى الاسعار ايه عند حضرتك؟ يلا كله في الدكوره البلدي ب 60. اللي هو فين ارفعيه وريني. اها ده بكام؟ كيلو ب 60. ده اللي هو البلدي. ده البلدي البط البلدي. اه ماشي. وده كيلو ب 40. ده نوعه ايه؟ ده شهرمان. شهرمان بكام؟ كيلو ب 40. كيلو ب 40 كمان. اه ايه تاني؟ عايزه ايه تاني؟ ده ايه؟ ده بلدي برضه. ده البلدي. اه يعني كده بقى قولي لي بقى الكيلو البط البلدي بكام؟ الشهرمان بكام؟ كل مال البلدي بكام؟ الكيلو في الفراخ البلدي ب 50.
باربعين. اي قولي لي كده تاني. البغالي ب 45 ماشي، والبلد ب 60 والشهرمان الابيض ده كيلو ب 40 والكيلو في الفراخ البلدي ب 50 ما شاء الله. اسلامي شكرا. احنا متواجدين مع حضراتكم الان في سوق الجمعه في مدينه نبروف محافظه الطاقهليه. نرصد لحضراتكم اسعار البط والوز والرومي. الرومي بكام؟ الرومي الكيلو ب70 ماشي. الارانب طيب ما شفناش الارانب. الارانب ب45 الارانب ب45 كنا معكم مشاهدينا من سوق الجمعه في مدينه نبروف بمحافظه الطاقهليه. رصدنا لحضراتكم اسعار الطيور بكل انواعها واحجامها. كل عام وحضراتكم بألف خير.